شكرا زميلتي منى، صباح عليك بالخير وعلى المشاهدين الكرام دائما يتابعونا في صباح الخير. مثل ما تفضلتي فعلا احنا موجودين اليوم في مشروع انشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانه تشغيليه لمشروع مستشفى الصباح الجديد اللي في المنطقه الصباح الصحيه، والمشروع على مساحه 88710 الف متر مربع، لكن مساحه البناء هو 200 ألف متر مربع. نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع معنا المهندس بدر الحسن نائب مدير المشروع بوزارة الصحة. مهندس يعطيك العافية وعساك على القوة. إحنا كنا موجودين تقريبا قبل سنة كانت نسبة هذا الإنجاز في هذا المشروع تقريبا 28%، اليوم في هذا الموقع 45%. صحيح، لله الحمد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. المشروع لله الحمد ماشي بأحسن طريقة، ويتألف من ثلاث أبراج، واحد منهم برج الإدارة وجراحة وباطنية، ويتكون من أرضي وسرداب و12 دور، بالإضافة إلى دورين الخدمات الهندسية الميكانيكية. وطبعا يتألف من ثلاث مباني، مبنى الباركينج ومبنى الخدمات المركزي. ويتألف الباركينج من 1257 موقف، بالإضافة إلى 200 موقف خارجي مغطى. ومبنى الخدمات المركزي يحتوي على معدات ميكانيكية وكهربائية، بالإضافة إلى خزانات المياه ومعدات مكافحة الحريق، وبالإضافة إلى مولدات الكهرباء. احنا دائما يعني مهندس بدر الحسن احنا مع المهندسين الكويتيين ما شاء الله، الله يعطيهم العافيه، اللي دائما في المشاريع الكويتيه وخاصه هذا يعني المستشفى من المستشفيات الاستراتيجيه في دوله الكويت. صحيح. لكن المشروع هذا المبنى يربط بين مواقف السيارات، يربط بين المستشفى، يربط بين المستشفى الرئيسي في هذا الموقع. صحيح، يربط بينهم، تقدر تستخدم المواقف السيارات، ويوجد جسر يربط بين مواقف السيارات والبوديوم. البوديوم اللي هو عباره عن قسم الطوارئ والعيادات الخارجية وقسم الأشعة، وهو عبارة عن دور أرضي. يعني لو نتكلم عن عدد الأسرة تقريبا مثل ما هو بالمشروع في 617 سرير، لكن هي موزعة على تقريبا 12 دور. صحيح، عندنا 16 جناح، منهم 512 سرير، يحتوي ال 16 جناح على 512 سرير رجال ونساء، وعندنا 117 سرير لقسم الطوارئ، وعندنا 72 عيادة خارجية. وطبعا بالإضافة إلى أقسام الجراحة تحتوي على 36 غرفة جراحة، وعندنا 7 مختبرات كاملة بجميع معداتها المتطورة والحديثة. لو نتكلم عن مواقف السيارات، مواقف السيارات مهمة جدا، في عندكم 12 يعني 1257 بالإضافة، هذه تكون مظللة، لكن في مواقف عندكم 200 موقف خارجي. صحيح، المواقف السيارات 5 أدوار اللي هو السرداب والأرضي والأول والثاني والسطح، ويكون كله مغطى بالكامل طبعا، بالإضافة إلى 200 موقف خارجي لخدمة المرضى والعاملين في المستشفى. نعم، لو نتكلم عن مهبط الطائرة موجود فوق المستشفى بالضبط. طبعا مهبط الطائرة اللي هو 9x9 موجود فوق المستشفى للحالات الطارئة والحرجة. نتكلم عن غرف كبار الشخصيات والتكنولوجيا موجودة في هذا المستشفى. التكنولوجيا عندنا 28 سيستم، طبعا عندنا 3 أجنحة لكبار الشخصيات، طبعا ما راح أقدر أقول الأجنحة لأنه شيء سري يعني يعتبر، وعندنا 28 نظام حديث وتكنولوجيا متطور، وأهمهم هو استخدام في غرفة العمليات، الأطباء يستطيعون مشاركة أطباء بالخارج عن طريق الأونلاين. هذا سيستم جديد مطور جايبينا، بالإضافة إلى النيرسينج، نظام نداء الممرضات، والكاميرات مراقبة، كاميرات مراقبة بالخارج على أحدث الأنظمة، متواجد عندنا لله الحمد. مهندس بدر الحسن، الآن نسبة المشروع والإنجاز، نسبة الإنجاز 45%، الكل يعني الآن مشاهدي الكرام والكل يتابعنا في صباح الخير وده يعرف متى إن شاء الله راح يكون هذا المشروع جاهز بالكامل، يعني تستلمونه وتسلمونه حق وزارة الصحة. هو الهيكل الإنشائي خالص 99% منه، و45% بشكل كلي. الحين احنا قاعد نقوم بأعمال الميكانيكا والكهرباء والتشطيبات، يعني احنا تقريبا خالص، بس قاعد نشطب تشطيبات والمعدات الكهربائية الميكانيكية والمعدات الطبية.
فان شاء الله يكون خالص في 31 مارس 2019 باذن الله. يعني ان شاء الله على 31 مارس 2019 يكون هذا المبنى جاهز بالكامل. بالكامل ويكون تسليم ابتدائي لنا وان شاء الله يكون جاهز باذن الله. مهندس، هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة، هل واجهتكم بعض العوائق بعض المشاكل؟ والله لله الحمد لحد الحين لله الحمد الكل متعاون ويانا، وحتى رئاسة مجلس الوزراء مو مقصرين معنا، ما حد مقصر معنا لله الحمد. نشوف الديزاين اللي برا ما شاء الله، تلبيسه بالجام كذلك، كل يعني الشغلات الحلوة اللي موجودة في هذا المبنى، شغلات كلها تكنولوجيا وجديدة وحلوة مميزة. طبعا طبعا يتم اختياره على طبق مواصفات المعايرين المعايير المطلوبة لله الحمد، يعني كل شيء مطلوب، واكثر المعدات مثل ما انتم شايفين طالبينها من الخارج. هذا الممر اللي احنا اللي وراك مهندس، هذا راح يكون ممر للسيارات، هذا البرج اللي موجود اللي خلفك راح اللي يربط بين مواقف السيارات وبين المبنى الرئيسي. طبعا هني راح تمر، ان هذا يكون ممر شارع الاسعاف زين، وهذا اللي يكون هو اللي يربط الجسر، هو اللي يربط بين الباركينج والمستشفى. نعم، الله يعطيك العافيه المهندس بدر الحسن، نائب مدير المشروع في وزاره الصحه، ساك على القوه، وهذا دائما احنا مع المهندسين الكويتيين في جميع المشاريع اللي دولتنا الغاليه الحبيبه، يعطيك العافيه، وراح نكون معك ان شاء الله بين فتره وفتره نمر عليك في هذا المشروع. نرجع الى منيا لتكمله الفقرات المميزه والحلوه في برنامج صباح الخير، منى لك الهوى، تفضلي.